شوف يعني هو كل رمضان لازم هنتكلم على التغذية السليمة، ده واحد. اتنين، أحلامنا غير المتحققة دائما من احنا ازاي نقدر نقلل وزننا ونحافظ على جسد او نحاول استعادة جسد رشيق بشكل من الاشكال، خالي من الدهون والشوائب زي ما بيتقال. كمان ولادنا اللي عندهم مدرسة، كل ولادنا في المدارس دلوقتي، العام الدراسي الحمد لله مستمر بنجاح، ولادنا بعد كده هيخشوا امتحانات الى اخره، عشان العيال تعرف تاكل بالمظبوط وما تتخنش، ودي حاجة مهمة جدا عشان انا ملاحظ ان الاجيال الجديدة متختخين كده، وفي نفس الوقت يوصل له تغذية كافية واكسجين كافي لمخه، يقدر يروح المدرسة الصبح بالسلام وتمام، ويرجع يكمل مذاكرته ويحل واجباته، ما يشعرش بخمول الخ الخ الخ. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك. ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله اكرم. الولاد ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه، وياكلوا امتى وكام وجبه، يعني فطار وسحور وشكرا، ولا ينقنقوا؟ لا، هو الفكره انه يبقى فطار، ايوه، وبعدين في وجبه بعد الفطار بثلاث ساعات مثلا او ساعتين، والسحور طبعا. ماشي. المشكله اللي بتواجهنا حضرتك ان مش عدد الوجبات اللي بيواجهنا، نوع الاكل. حلو. الاكل لو تاخد بالك ان سن المدرسه اغلب اكلهم اللي هو الحاجات الجاهزه، الحاجات المحمره، يعني دايما البطاطس المقليه او الشفتيات او المياه الغازيه، يعني انت تلاقي الاساس بتاع اكلهم هو ده. أوكي. ما عندهمش فكره زي ما احنا كنا زمان مثلا ناكل ساندوتش الجبنه او ساندوتش البيض او ساندوتش المربى، كنا احنا زمان كده، او ناخد معانا فاكهه، يعني كل الحاجات دي احنا كنا بناخدها، وكان قبلينا الجيل اللي قبلينا كانت حتى المدارس بتدي البيض وبتدي اللبن، يعني الوجبات كلها كانت صحيه. المشكله ان دلوقتي الكانتين واللي بيتباع فيه كله حاجات معلب، حاجات جاهزه، كله حاجات مقليه، يعني تقدر تقول سعرات عاليه وزيرو فايده. فهي دي المشكله، يعني مشكله دلوقتي نوع الاكل، وده عمل لنا حاجتين، عمل لنا سمنه مفرطة في سن صغير جدا للأسف. لو حضرتك تاخد بالك، للأسف. الحاجة التانية ان مفيش قيمة غذائية في الأكل. طيب يعني تنصحينا بانه الولاد يفطروا ايه؟ يعني تبقى شكل وجبة الفطار متضمنة ايه؟ يعني مثلا احنا دلوقتي بعيدين تماما على فكرة الخضرة او السلطة. دي مش موجودة. يعني احنا كل الأمهات وكل البيوت طبق الرز او المكرونه وعليه حته فراخ او قطعه لحمه، وكان الله يحب المحسنين، وهو كده يعتبر ان هو كل. ماشي. فاللي انا عايزه اقوله ان مش هو ده الاساسي، يعني فبقيه الوجبات بتاعتنا يا عيش يا رز يا مكرونه، هي دي الوجبه الاساسيه. فكلها عباره عن نشويات. والنشويات وزياده، يعني زياده قوي، فالنشويات الكتير دي هي اللي بتعمل السمنه المفرطه اللي انت شايفها. وبالتالي السمنه دي تعمل الضغط وتعمل السكر في سن صغير، يعني احنا كنا زمان نقول دايما السكر النوع الثاني ده بعد ال 40 سنه. النهارده احنا بنشوفه في 12 سنه و13 سنه اطفال بسبب للأسف. الوزن الزياده. للأسف. وده سببه انه الاكل بتاعنا زي ما قلت لك، ما بين المدرسه الكانتين الشيبسيهات والمياه الغازيه، وما بين في البيت المين، يعني الاكل الاساسي في الطبق يا رز يا عيش يا بطاطس يا مكرونه. يعني احنا ننصحهم يزودوا كميه البروتين في الوجبه زائد الخضروات والالياف. يعني الخضار كخضار مثلا بسله وباميه وفاصوليا، مفيش حد بياكل الكلام ده خالص. الخضار ما بتاكلش، فاحنا عايزين نرجع ده يتاكل حتى لو بطرق حديثه. الحاجه الثانيه طبق السلطه يبقى موجود، لازم. مهم جدا، يعني لازم الولاد تتعلم ان في حاجه اسمها طبق سلطه، في حاجه اسمها خضار، مش لازم الطبق يبقى مليان نشويات، لا، الطبق لازم يبقى متوزع ما بين طبق سلطه وما بين خضار وما بين نوع نشويات، ويا ريت بلاش المياه الغازيه، يعني بجد ده كارثه والله العظيم، يعني انا مش عارفه. وبلاش العصاير اللي مليانه سكر دي. بص هقول لك حاجه، العصاير دي قصه كبيره. العصاير ده، العصاير في عندنا العصاير الطازه دي حاجه كويسه حلوه، ولكن احنا لو جينا نقول هو الفاكهه دي احسن لنا ناكلها ولا نعصرها، ناكلها. اقول لك الاساسي الفاكهه ناكلها طبعا،
الفاكهه ما يعني ربنا ما خلقهاش عشان تتعصر، لا هو ربنا خلقها عشان ناكلها بأليافها بفايدتها بكل حاجتها. لكن فكره العصر ده فكره يعني غير صائبه بالمره، يعني فكره غلط بصراحه جدا. طب دكتور يعني ليندا، أنا أفضل حضرتك الأم عارفه، تدي الطفل انه ياكل فاكهه احسن ما تدي له عصير. حضرتك عارفه يا دكتور ليندا، دايما كده تلاقي الولاد بعد الفطار والكبار بالمناسبه يخلص فطار كده يقول لك ايه، اخد لي حته كنافه، اخد لي حته بقلاوه، اخد لي مش عارف طبق مشمشيه، اخد لي مش، والناس تقعد في حاله من حالات السباق على اكل الحلويات لحد ما يجي ميعاد السحور، ودي في حد ذاتها انا اظنها كارثه. دكتور تمام، ليندا انا هرد على حضرتك في قولي لي يا السؤال. فندم. مفيش حاجه اسمها بالذات في رمضان ان احنا نقول للناس انت محروم من اكل كذا، لكن احنا نقول في تنظيم الاكل، يعني احنا نفطر وتمام كده، وبعد كده نستنى ساعتين ثلاثه، يعني مثلا على الساعه 9 ناخد حاجه حلوه. بس كلمه حاجه حلوه خد بالك، ايوه حتى طبق الحلويات طبق صغير مش زي طبق الاكل، فده معناه انه اللي المفروض لما نحلي ناخد كمية صغيرة لكن ما ناخدش كمية كبيرة، وبعدين ما يبقاش العرض متواصل من ساعة الفطار لحد السحور، كل شوية عمال شوية من هنا وشوية شوكولاتة وشوية بسكوتات وشوية حلويات شرقية، يعني هو مش عرض مستمر. لا هو الفكرة ان احنا عايزين نحلي، احنا مش مفيش حرمان، ولكن في تحلية بكمية معقولة. يعني انا عندي مثلا الساعة 9 الساعة 10 ده او احط وقت الحلويات، في ناس تحب الحلويات بعد الفطار على طول، انا بقول دي مش صح، تعمل لهم تخمه وتعمل لهم بجد تقل وتلاقيهم يعني يخش في مشاكل صحيه. فاحنا لو فصلنا الوقت بتاع الحلويات عن الفطار، ودي اول حاجه. الحاجه الثانيه الكميه تبقى معقوله لكن ما فيش حرمان. لكن لو سالتني طب ايه انه احسن انواع الحلو اللي ناكله، اقول لك الخشاف من افضل الانواع. ماشي. اولا حلو، طعمه حلو، وهو فواكه مجففه ومكسرات نيه. من احسن انواع التحليه هو الخشاف في رمضان. ماشي. وفرصه ان احنا يعني في رمضان شويه خشاف واقفل على كده. بالظبط. لو في لو يعني لو في عندنا مثلا مرتين في الاسبوع اجيب مره كنافه مره قطايف، ما فيش مشكله، وبرده الكميه تبقى بسيطه. اصل انا لكن كده برضو انا انا خايف من ايه يا دكتور؟ افضل هو الخشاف. انا خايف من ايه يا دكتور؟ ان الحاجات دي كلها عباره عن كارب وكمان سكر، فعمليا الناس هتخرج بعد رمضان بسم الله ما شاء الله يسدوا عين الشمس. وده اللي بيحصل، لان برضو ارجع واقول لحضرتك مش الفكره انهم بيدوقوا، هي الفكره انهم بيشيلوا بنص الصينيه كده. يعني الاكل بيتشال بنص الصينيه مفيش دوق. فاحنا لو نخلي مثلا الحلويات الشرقيه مش لازم كل يوم، ده طب اخيرا وجبه البديل السحور، الخشاف، الخشاف بديل حلويات صحي وكويس جدا. ماشي. والولاد اللي هم في على الامتحانات احسن تحليه ليهم هو الخشاف. اوكي. السحور يا فندم. السحور عندنا طبعا الفول، عندنا البيض، عندنا الجبن البيضة، الزبادي، كل ده معانا. الحاجه أوكي. اللي عايزه اقولها، الغلطه اللي بتتعمل المخللات اللي على السحور دي غلط جدا، بتعطش قوي. قلنا كده يعني لو الناس مرة. بتحب مخللات، لان احنا انت عارف في رمضان يعني ده موسم المخللات، يفضل على الفطار. ليه؟ هنقدر نشرب ميه من الفطار للسحور، وما لكن بلاش نكترش يا جماعه برضه، عشان المخلل على في السحور. ناس بتشوف طبق المخلل كده يروح مصفي الميه بتاعته ويحطها جنبه في كوبايه ويقعد بقى يمزمز. يعملها على الفطار. ما بلاش. صح، بس على الفطار. ما بلاش. صح، ما بل صحيح. بس هقول لك على حاجه، يعني في يقول لك نص العمى ولا العمى كله. يعني هو طبعا المخللات يعني من لازم ناكلها بحذر، ان كميه الملح كثيره جدا فيها. طبعا. لكن انا بتكلم على فكره ان ده بيتعمل في السحور. فدي مشكله. مشكله. مشكله بصراحه. فخلينا على الفطار عشان نقدر ان احنا ناخد كميه بسيطه ونقدر نشرب ميه، لكن على السحور هيتبهدله تاني يوم. صحيح. الحاجة التانية المقليات، يعني تلاقي ناس حاطة بتنجان مقلي وبطاطس مقلية على السحور برضه. الله، فتحت لي مثال. واللي في الله. الامتحانات ناخد بالنا إن الحاجات المقلية بجد هتخلي الولاد تركيزهم أقل. أحسن حاجة فيها كمية مية هتنام كويسة مننا. هي الخيار، أعلى نسبة مية. حلو ممكن قوي. ناخد خيار يقعدوا بزبادي، يضربوا ناخد خيار فاكهة. وزبادي لما يقولوا كيف، أحلى حاجة بالنسبة لهم، ويظبط كده علشان العطش.
انا بشكرك جدا يا دكتور، كل شكر ليك دكتور ليندا جدل حق استشاري التغذية على مجموعة من النصايح التي قد تفيد اغلبنا ان التزموا. طيب